بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان بسم الله الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضع للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان
صدق رسوله النبي الكريم الأمين. الفاتحة.